السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن رؤية طفلة رضيعة في المنام. إيه هو تفسير رؤية الطفلة الرضيعة في المنام؟ أولا، إذا كانت الطفلة في المنام رضيعة وتبدو جميلة ورقيقة، فإن هذا يعتبر إشارة إلى أنها سوف تحمل قريبا وتجلب طفل جميل وبصحة جيدة. عفوا، أما إذا كانت الطفلة الرضيعة الصغيرة ترتدي ملابس متسخة وغير نظيفة، فإن هذا يدل على كثرة ما يحمله الحالم من هموم ويأس في حياته. لكن إن كانت ملابس الطفلة الرضيعة مقطعة، فهذا ينذر بما سيقع على الفتاة في المستقبل من هموم ومشاكل. وبشكل عام، كانت سواء البنت التي رآها الشخص في منامه رضيعة أو حديثة الولادة أيا كان، وأيا كانت هيئتها، فهي تعني أنها بشرة خير للشخص. وذلك لأن رؤية الفتيات في هذا السن الصغير يعني سعة الرزق، كما يدل على الصفاء والنقاء والبراءة. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.